تواصل الحملة الشعبية للمطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. مجلس الأمن يؤكد أن انسحاب الميليشيات من الحديدة ومنائها يمثل الخطوة الأولى في حل الأزمة الإنسانية في اليمن. المقاومة تفشل تسللا للميليشيات على الجاح في الحديدة، والقوات الحكومية تطهر مواقع جديدة في رادح في محافظة صعدة. الثامنة والنصف بتوقيت العاصمة صنعاء، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم. بتفاعل كبير تتواصل الحملة الشعبية لليوم السادس على التوالي للمطالبة برفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبد الله صالح. ولاقت الحملة تفاعلا جماهيريا واسعا في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، جميعها تطالب برفع عقوبات الظالمة وغير العادلة عن السفير أحمد علي بما يسهم في توحيد الصف الوطني وإنهاء معاناة الشعب اليمني. طالب مجلس الأمن بإلغاء العقوبات على سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح، هذه العقوبات الظالمة والغير مبررة والغير قانونية. لقد كان سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح دور إيجابي، وكان يعمل من أجل إنجاح العملية السياسية ولم يكن من المعرقلين. إذا نطالب بإلغاء هذه العقوبات الظالمة، ونأمل من المعنيين أن يمتلكوا الشجاعة بتقديم طلب بإلغاء هذه العقوبات. مجلس الأمن والأمم المتحدة بالإفراج عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي عبد الله صالح. كلنا سفير أحمد علي، كلنا سفير. نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا سفير أحمد علي، كلنا سفير أحمد علي. طالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، القرار الظالم، وكلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. مجلس الأمن برفع القرار الجائر على السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا أحمد علي عبد الله صالح. ناشد مجلس الأمن برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا أحمد علي عبد الله صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، لكون السفير أحمد عبد الله صالح لم يكن مشاركا في الحرب الحاصلة في اليمن. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نناشد مجلس الأمن والأمم المتحدة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا أحمد علي عبد الله صالح. طالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا السفير أحمد علي. ونرجو من كل الإخوة التفاعل لدعم السفير أحمد علي عبد الله صالح رفع الحظر عنه. باسمي وباسم أطفال اليمن كافة، نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفع العقوبات الظالمة والجائرة على السفير أحمد علي عبد الله صالح، كونه رجل السلام ورجل المستقبل. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. طالب مجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي لرفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا يد واحدة مع السفير أحمد علي عبد الله صالح. طالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، كلنا أحمد علي عبد الله صالح رجل السلام والوئام. طالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. نحن المغتربين في المملكة العربية السعودية الجالية اليمنية نطالب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح. الأمم المتحدة لم تحترم نفسها حينما فرضت عقوبات على سفير، وكذلك لم تحترم إرادة أبناء الشعب اليمني. لذلك نطلب من المجتمع الدولي برفع العقوبات عن سعادة السفير اليمني أحمد علي عبد الله صالح، كلنا أحمد علي عبد الله صالح. كلنا أحمد علي صالح. نطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات الظالمة الجائرة ضد السفير أحمد علي عبد الله صالح، والتي لم يكن لها أي مصوغات لا قانونية ولا أخلاقية ولا غير ذلك. لذلك ندعو مجلس الأمن ودول
دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى رفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح وكلنا السفير أحمد علي. مطالب برفع العقوبات الظالمة عن السفير أحمد علي عبد الله صالح، لأن هذه العقوبات التي فرضت على السفير هي عقوبات ليس لها أي مبرر، وعقوبات لا تحمل أي مسوغ قانوني سواء محلي أو دولي، وإنما عقوبات ظالمة متسمة بطابع الحقد الأعمى. برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب الأمم المتحدة برفع العقوبة على السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. كلنا السفير أحمد علي عبد الله صالح. نطالب برفع العقوبات على السفير أحمد علي عبد الله صالح. برفع العقوبات على العميد الفندم أحمد علي. نطالب بفك الحصار عن أحمد علي عبد الله صالح. إحنا أبناء منطقة أصاب السافل. نطالب بفك حصار سفيرنا أحمد علي عبد الله صالح، مع جزيل الشكر والتقدير لمن ساهم بهذه المهمة. يمضي أبطال المقاومة اليمنية ورجال القوات الحكومية في إسكات نيران ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تحاول إحداث تسللات في مختلف الجبهات، وتسعى لاستعادة مناطق تم طردها منها، فيما الفرق الهندسية تواصل نزع وإبطال مفعول الألغام والمتفجرات التي ملأت بها الميليشيات السهول والوديان، وتواصل استهداف المناطق السكنية بقذائف مدفعية. أصدرت قيادة قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي بيانا حول نتائج مشاورات السويد بين الوفد الحكومي والميليشيات، جاء فيه انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية واستشعارا لمسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية، فإننا في قيادة المقاومة الوطنية ألوية حراس الجمهورية في الساحل الغربي نعلن ترحيبنا بالنتائج التي خرجت بها مشاورات السويد، والتي توجت باتفاق انسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، وذلك حرصا منا على تخفيف المعاناة الإنسانية على أبناء شعبنا والحفاظ على البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة في المدينة، مؤكدين بأن الميليشيات التي دأبت على سفك الدماء لم تكن لترضخ وتجنح للسلم وتوافق على الانسحاب من الحديدة ومينائها وتجنيب أهلها الويلات والدمار لولا تضحيات الأبطال الميامين من منتسبي المقاومة اليمنية مسنودة بالتحالف العربي، الذين قدموا دماءهم الزكية رخيصة من أجل رفعة وعزة وحرية الشعب اليمني الأبي، ممرغين أنوف هذه الميليشيات في التراب ومحققين الانتصارات الكاسحة حتى وصلوا إلى قلب مدينة الحديدة، مجددين العهد لشعبنا اليمني العظيم بأننا بثقة المؤمن وجسارة الثائر وحكمة المختبر والمجرب أكثر قدرة على مجابهة التحديات، وسنواصل النضال وتقديم التضحيات تلو التضحيات في سبيل تحرير وطننا وتخليص شعبنا من عبث وإجرام هذه العصابة التي عاثت في أرض اليمن فسادا وأهلكت الحرث والنسل وأحلت أيضا سفك الدماء اليمنية خدمة لمشروعها الظلامي المتخلف، محذرين ميليشيات الحوثي من أي محاولات للالتفاف على مضامين الاتفاقية أو الانقلاب عليها، كما تتقدم قيادة قوات المقاومة الوطنية بالتهنئة القلبية الخالصة لكافة ضباط وأفراد المقاومة بهذا الإنجاز العظيم الذي لم يكن ليتحقق لولا ما قدموه من تضحيات جسام في سبيل عزة وكرامة وطنهم وشعبهم، مؤكدين لهم بأن دماء الشهداء وتضحياتهم لم ولن تذهب هدرا، النصر لشعبنا ولمقاومتنا الباسلة والرحمة والخلود للشهداء الأبرار. وصدق القائل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
وقد شاركت ميليشيات الحوثي الإرهابية في مشاورات السويد بإيجابية لأول مرة في تاريخها وفق مراقبون، وذلك بفعل الضربات الموجعة التي تلقتها في الساحل الغربي على أيدي أبطال المقاومة اليمنية. حضر الحوثي إلى السويد مجبرا بعد أن أدرك أنه يغرق في الحديدة، ولم تنفعه حشوده وصبيانه، ولطالما ناور بقواته وإرهابه تنبه أن كل خطواته مجرد سراب أمام أبطال اليمن. ظل الحوثي ينظر إلى محطات السلام بأنها مجرد ملهات، لا سيما مع استحواذه على دولة وممتلكاتها المتراكمة خلال 5 عقود. فمن مشاورات جنيف إلى الكويت كان المؤتمر الشعبي العام يدفع الحوثي إلى السلام، فشارك الحوثي فيها على مضض متكئا على جدار ميليشياته التي آمن أنها لا تهزم. وزاد غروره حين نجح مؤقتا في إخماد انتفاضة 2 ديسمبر، استحوذ على القرار وتخلص من شريك كان يأخذه إلى السلام. رفض الحوثي بعدها الحضور إلى جنيف، ولم يتخذ المجتمع الدولي أي إجراء حيال تعنته. مرت جنيف كما مرت سابقاتها، كل ذلك كان في الدهاليز السياسية، أما على الأرض فضاعف من انتهاكاته بحق اليمنيين. وعلى الجانب الآخر كان أوفياء اليمن يسابقون الزمن ويستعدون للتحاور مع الحوثي باللغة التي يفهمها، ومع كل كيلومتر يتم تحريره من الساحل الغربي ظل التعنت الحوثي رافضا للحوار. أما القوات المشتركة فظلت تناديه للسلام منذ أن كانت في الخوخة، وبشكل متكرر طلب من الميليشيات الحوثي الانسحاب من الحديدة وموانئها دون قتال. حينها تكبر الحوثي وأرعد، رفض الحوثي تسليم اليمنيين موانئهم بالحديدة، قاتل وقتل وملأ المقابر بجثث الآلاف من الأبرياء، لا لشيء إلا لإشباع مشروعه الدموي. وما إن وصلت أقدام حراس الجمهورية وأبطال العمالقة وميامين تهامة إلى شارع صنعاء وصد مدينة الحديدة حتى رضخ الحوثي للنداء والسلام وذهب إلى السويد، ووقع على كل ما كان يرفض الحديث مع اليمنيين حوله من الانسحاب من موانئ الحديدة إلى تسليم إيرادات الدولة إلى البنك المركزي. وهكذا ظل الحوثي ينظر إلى مشروعه الدموي أنه نصر إلهي، أما إمعاته المجروفة عقولهم فيتباهون أن المسيرة الحوثية لا ريوس فيها. ومع التقدم أوفياء اليمن لم يرضخ الحوثي للسلام فحسب، بل أدار محرك الريوس النفاث كما يراه الناشطون. ينظر المراقبون والنشطاء إلى انتصارات الحديدة التي حققتها المقاومة اليمنية من زوايا عديدة، فإلى جانب إجبار الحوثي على الحضور للسويد ها هو يقر بالانسحاب بعد أن كان معطلا له في مسيرته. سلام أو استسلام، سمه ما شئت، فإنه ثمرة جهود أبطال اليمن في الساحل الغربي، ومثلما أرغموا الميليشيات على الحضور إلى السويد سيكونون لها بالمرصاد إن حاولت. هذا وقد استمع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس حول الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في مشاورات السويد. وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس في إحاطته لمجلس الأمن على أهمية بناء الثقة لضمان استمرار المشاورات التي عقدت في السويد لحضور أطراف الأزمة، مشيرا إلى أن اتفاق السويد مثل خطوة مهمة في طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن الانسحاب من ميناء الحديدة يمثل الخطوة الأولى في حل الأزمة الإنسانية باليمن، وأن الطرفين اتفقا على عقد جولة مشاورات جديدة في يناير المقبل بناء على المرجعيات الثلاث بما فيها المبادرة الخليجية وقرارات الأمم المتحدة. وذكر أن تبادل الأسرى والسجناء كان أول هدف تم تحقيقه في مشاورات السويد، كما تحدث في الجلسة عدد من أعضاء مجلس الأمن الذين أكدوا على دعم أي اتفاق يتم التوصل إليه. هذا وقد انتهت مشاورات السويد بالاتفاق على جملة قضايا تتمثل في إجراءات بناء الثقة بين الأطراف، وقد تم التوقيع على اتفاقية تبادل الأسرى والمختطفين بين الطرفين البالغ عددهم 16,063 اسما
كما اختتمت المشاورات بالاتفاق على انسحاب ميليشيات الحوثي من الحديدة وإيقاف كافة العمليات العسكرية بمدة مزمنة على مرحلتين. وتفاهم الوفدان على التهدئة وفتح المعابر إلى تعز وتشكيل لجنة أممية لفك الحصار عن المدينة، فيما فشل الوفدان في التوصل إلى اتفاق حول الملف الاقتصادي وفتح مطار صنعاء. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الدكتور عبد الملك اليوسفي. مرحبا بك. مرحبا بك مشاهدينا الكرام. حكم الله، كيف تقرأ الإجماع الدولي على أهمية الحل السلمي في اليمن؟ الحرب هو أداة من أدوات السياسة واستخدام الضغط المحتل هو أداة من أدوات السياسة من أجل الحفاظ على الأمن القومي للدول. وبالتالي عندما نتحدث عن الحرب الدائرة في اليمن هي حرب مفروضة على اليمنيين من أجل استعادة الدولة وضمان احتكار الدولة للسلاح. هذا هو مفهوم الحرب. لكن في الأخير الحرب هي ليست هدف، هي في الأخير واحدة من أدوات السياسة من أجل تحقيق الأهداف. فإذا أتى حل سلمي يحقق الهدف الذي من أجله قامت الحرب وشنة الحرب، فعنده يكون الانخراط في عملية سلمية وفي انتقال سياسي هو الأمثل للبلد. لكن في ظل سقف معين من وفق إطار شامل للحل يضمن استعادة الدولة وعودة الدولة واحتكار الدولة للسلاح والعودة إلى سيادة النظام والقانون وليس سيادة البلطجة المسلحة والاستقواء بالسلاح. أكد كل أعضاء مجلس الأمن على دعم اتفاقات السويد وتواصل الدعم لخروج الميليشيات من موانئ ومدينة الحديدة. ما أهمية ذلك في رأيك؟ الاتفاق السويد هو يعني الذي يرجع إلى المؤتمر الصحفي للأمين العام المتحدة. كان هنالك سؤال من أحد الصحفيين للأمين العام للأمم المتحدة سأله هل أنه لم يتم الاتفاق، لم يتم التوقيع على اتفاق الاتفاقية الاتفاق شان الحديدة، فمتى سيتم التوقيع؟ أجاب الأمين العام للأمم المتحدة لا أدري. بالتالي حتى في ظل الاتفاق وهو خطوة إيجابية، أي يمني لديه ضمير يرى أن هنالك خطوة باتجاه الحل بعيدا عن الحرب وبعيدا عن إزهاق الأرواح فإنه سيتفاعل بإيجابية، وهذا ما أبدته الحكومة اليمنية. ولكن هل تتوقع أن الترحيب بأي حل يزحزح المسألة اليمنية باتجاه الحل الحقيقي؟ لكن في ظل تعنت ميليشيا لا ترعى في أمنا ولا دمنا لديها تاريخ سيء في الاتفاقيات، يظل مسألة الاتفاق كلام حتى تنفذ. إذا نفذ اتفاقية الحديدة وانسحبت الميليشيا من ميناء الحديدة من مدينة الحديدة من رأس عيسى ومن الصريف، عندئذ نستطيع أن نقول هذه خطوة بناء سلاح بناء عليها. نعم دكتور، هل تسمعني؟ إلى سحب السلاح كاملا من الميليشيا واحتكار الدولة للسلاح، أي حل خارج هذا الإطار وهي احتكار الدولة للسلاح في الأخير إرجاء لمسألة لدورة عنف جديدة قد تودي باليمن إلى عنف أكبر من السابق، لأن اليمنيين لا يمكن أن يستنسخ حزب الله جديد. نعم دكتور، في رأيك كيف يجب على الحكومة اليمنية والأطراف كافة التعامل مع الميليشيات والتنبه لتلاعبها وعدم التزامها؟ أعتقد أنه الكفاءة التي موجودة لدى القوات المسلحة اليمنية والتي أرضخت الحوثيين، العصابة الحوثية لم ترضخ في السلام ولم ترضخ نتيجة المفاوضات على طاولة الحوار، بل أبطال الجمهورية، أبطال العمالقة، أبطال القوات المسلحة اليمنية عموما هم الذين أرضخوا الميليشيا الحوثية اللي ترضخ. هي الرضوخ لم يأتي من باب ولكن هم نفسهم الذين أرضخوا دكتور اسمحني، هم نفسهم الذين الأبطال نحن نعول عليهم لتأسيس السلام مستدام. نعم ولكن ولكن الميليشيات رضخت بقوة السلاح في الحروب الست وغير ذلك، ولكن راوغت وتلاعبت. أستاذ عبد الولي، الميليشيا رضخت مكرها، لم ترضخ برضاها. الضغط العسكري الحافز في الميدان هو الذي جعل الميليشيا تقعد على الطاولة وتبدي التنازلات. هي لم تبديها لأنها غيرت من فلسفتها أو إيديولوجيتها. أي واحد عنده إيديولوجية الموت
وأيديولوجية النفاق وأيديولوجية التقية لا يمكن أن يغير أيديولوجيته إلا مكره، وهذا ما حصل لهم إكراه بسبب الضغط العسكري والتفوق العسكري الذي أفدته القوات المسلحة اليمنية، هو الذي جعل الميليشيا يلجؤون ويرجعون مكرهين وصاغرين إلى العملية السلمية. أعتقد أن أي تنصل وأي مناورة وأي مراوغة وأي إحياء يعني خروج من الميليشيا الحوثية يعني عن المقررات التي مرسومة للوصول لليمن في إطار الحل الشامل الذي يضمن نزع سلاح الميليشيا، أعتقد أن القوة المسلحة اليمنية كفيلة بتسيب الميليشيا وبدعم دولي من جميع المراقبين لشان اليمن. نعم الدكتور عبد الملك اليوسفي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. ساحقت المقاومة اليمنية كل محاولات الميليشيات الحوثية فتح ثغرة في منطقة الجاح وأحبطت كل ترتيباتها الأخيرة ذات الصلة بمدينة الحديدة، فضلا عن تكبيدها خسائر فادحة في صفوف ما تسميها كتائب التدخل السريع التي تحاول من خلالها إحداث خرق لتهديد خط الإمداد الرئيس إلى داخل الحديدة في خرق واضح لاتفاق السويد. في مطرقعات السلام بين وفدي صنعاء والوفد الحكومي تنقلها القنوات العالمية والوكالات الإخبارية وتعلن على إثرها الأمم المتحدة إنهاء الحرب في اليمن، فاجأ الحوثي الجميع بهجوم على الجاح محاولا فتح ثغرة صوب مياه الساحل الغربي عبر ما تسميها الميليشيات بقوات التدخل السريع. ساعة الفجر الأولى ليوم اختتام مشاورة السويد كان أزيز الرصاص وأصوات الأسلحة المتوسطة والثقيلة هي الحاضر الفعلي للواقع في الحديدة بعيدا عن شكليات الاتفاق، فهذه الصور من الجاح تنبئ عن نية الحوثي التي يبيتها لإثبات عدم صدق النية لتطبيق ما تسميها الأمم المتحدة إجراءات بناء الثقة. هجوم حوثي على الجاح كانت تأمل من خلاله الميليشيات قطع خطوط الإمداد الرئيسية للمقاومة اليمنية بالتنفيذ عمليتين انتحاريتين، لكن قوات اللواء الرابع حراس الجمهورية كانوا على يقظة ومتحسبين لكل فعل وجاهزين لرد الفعل، فقد لقنت الميليشيات الحوثية دروسا قاسية رسم على إثرها خارطة التعامل مع ميليشيات الحوثي فيما بعد الاتفاق الشفوي في العاصمة السويدية ستوكهولم، والذي نص على هدنة دولية تقضي بالتزام الطرفين بهدنة أمام أي عمليات عسكرية. درس لم ينساه وإن شاء الله هنكون عند حسن ظن الشعب. الميليشيات الحوثية حاولت الأيام الماضية استغلال الهدنة الإنسانية في إحداث خروقات عدة مستغلة بذلك التزام المقاومة اليمنية بها، وليس بمستغرب على الميليشيات خرق أي هدنة أو إنهاء أي اتفاق، فسجلات الميليشيات الحوثي زاخر بنكل العهود وعدم احترام أي اتفاق، فقد خبر الرجال وميادينهم التعامل مع الحوثي والرد على طيش ميليشياته. كشفت مصادر عاملة في ميناء الحديدة لوكالة الثاني من ديسمبر عن قيام ميليشيات الحوثي بنهب معدات ووثائق في ميناء الحديدة بالإضافة إلى مصادرة بضائع مملوكة لتجار ومستثمرين. أشارت المصادر أن الميليشيات تعمل على نحو مكثف منذ أمس على نهب معدات ووثائق في ميناء الحديدة بالإضافة إلى البضائع المملوكة لتجار ومستثمرين من مواد غذائية وسيارات ومستلزمات وغيرها، حيث يتم شحنها وإخراجها ونقلها إلى خارج محافظة الحديدة دون أوراق رسمية. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه مدينة الحديدة خلال الثلاثة الأسابيع الماضية توسعا لعمليات النهب المنظم للمؤسسات الحكومية من قبل ميليشيات الحوثي، حيث وثق مواطنون جزءا من منهوباتها الخفيفة والثقيلة على متن شاحنات كبيرة مغادرة المدينة باتجاه صعدة وصنعاء مستفيدة من هدنة إنسانية أوقفت عمليات التقدم لقوات المقاومة اليمنية بدعم من التحالف لاستكمال تحرير ما بقي من أحياء مدينة الحديدة ومينائها من قبضة الميليشيات المدعومة من إيران ورفع ظلمها الجاثم على صدور ملايين اليمنيين.
في صعدة تمت السيطرة على مواقع جديدة كانت تختبئ فيها عناصر ميليشيات الحوثي وتمارس تهديداتها على المواطنين ومواقع القوات الحكومية في رازح بشكل تكتيكي أفشل مخططات الميليشيات الكهنوتية. انتصارات جديدة للجيش في شمال صعدة استعاد مواقع حيوية بعد معارك شرسة ضد عصابة الحوثيين. الانتصار في هذه الجبهة كان مفاجئا وبني على حسابات تكتيكية محكمة. أسقط جبل الجعوب الذي يعتبر أهم المواقع الاستراتيجية. كانت جماعة الحوثي تسيطر ناريا من خلاله على 10 تبابة قريبة منه لتتحول المعادلة لصالح قوات الجيش في السيطرة. بعدها بساعات قليلة وصل أبطال اللواء الواجب الأول إلى قمة جبل فتح، ومعه تسقط مجموعة كبيرة من التباب والمواقع العسكرية من أيدي الحوثيين. الحمد لله تم الاستيلاء على عدة مناطق في جبال رازح، ومنها منطقة الجعوب ومنطقة فتح، ونحن الآن مطلين على مشارف تبت شراء والحجلة والزور، وقد استولنا على عدة مناطق ومناطق شاسحة من رازح، ومنها الزهور والحجلة، ونحن الآن في ميمنة الميمنة لمنطقة الحجلة في الجنوب الشرقي لمنطقة الكعوب. يمضي هؤلاء المقاتلين في طريق النصر باتجاه تبة الشدى والحجلة بعد معارك خاضوها ضد ميليشيات الحوثي في ميمنة جبهة الجعوب، متوعدين بالوصول إلى جبل راسح التي تبعد عنهم كيلو ونصف فقط. الزحف قادم لا محال له، فالسواع القادمة بعون الله، ونوعد الشعب اليمني أن احنا نبحر البلاد والعباد من هذا السرطان الخبيث الذي يحلل البلاد بلادنا. معارك جبال رازح الشاهقة كبدت فلول الميليشيات عشرة القتلى والجرحى مع إعطاب عدد من الآليات القتالية، كما استعادت القوات الحكومية مجموعة كبيرة من الأسلحة المتنوعة التي نهبتها الجماعة من معسكرات الجيش. الحسم النهائي للمعارك القادمة يتطلب صبر ساعات فقط، كون الجماعات الكهنوتية تعيش حالة من التخبط وشبه انهيارات تامة، في حينها تجد صعوبة كبيرة في الاحتفاظ على مواقعها إثر التحول الهائل التي تشهده جبهة رازح، وكذلك الخسائر المتلاحقة لهم في المعارك الأخيرة. لقناة اليمن اليوم، عبد العالم دحلان، مديرية رازح. كذلك عثرت القوات الحكومية على لغم بحرين قبالة سواحل جزيرة الفوشت في سواحل محافظة حجة والجزر المحاذية لها والمياه الدولية، وهو واحد من الألغام التي وضعتها ميليشيات الحوثي في البحر، وباتت تشكل خطرا على حياة الصيادين وأهالي الجزر وخط الملاحة الدولية. إجرام الميليشيات ليس له حدود، وزراعتها للألغام تعدى كل الحدود، حيث عثرت القوات الحكومية على لغم بحري قبالة سواحل جزيرة الفوت في محافظة حجة والجزر المحاذية لها والمياه الدولية، وهو واحد من الألغام التي وضعتها ميليشيات الحوثية عرض البحر، وباتت تشكل خطرا على حياة الصيادين وخط الملاحة الدولية. نحن الآن متواجدين في جزيرة الفشت، وهذا أحد الألغام الذي زرعته ميليشيات الحوثي في غرب جزيرة الفشت قرب من الممر الدولي، ولازالت دورية التشكيل البحري فرقة الهندسة تقوم بتمشيط البحر ونزع الألغام الذي تزرعه ميليشيات الحوثي الذي يهدد الصيادين ويهدد المجرى الممر الدولي. حقول من الألغام البحرية مختلفة الأحجام والمهام تملأ سواحل محافظة حجة، ألغام علها تكون ذكية ومتنوعة مزروعة بدقة عالية بحسب فرق هندسية تابعة للقوات الحكومية. فالفريق الهندسي ينتزع وبشكل شبه يومي عشرات الألغام البحرية المتحركة والثابتة زرعتها ميليشيات الموت والإجرام الحوثي. سكان جزيرة الفوتش بمديرية ميدي بمحافظة حجة يعتمدون بشكل أساسي على مهنة الصيد، ومع وجود عشرات الألغام في البحر باتت مهنتهم تشكل خطرا كبيرا على حياتهم. هذه الألغام تؤثر أيضا على مسار التنقل البحري لسكان الجزيرة الذين يعانون من انعدام مياه الشرب، فيضطرون للإبحار لمسافات طويلة لجلب الماء، لكن ميليشيات الحوثي
فرضت بألغامها عزلة تامة على الجزيرة، ما أدى إلى تدهور الحالة المعيشية لدى سكان الجزيرة. مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل. نزوح جماعي لأهالي الحديدة هاربا من جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي، ويفاقم معاناتهم غياب دور المنظمات المعنية. الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، والأمين الأمين عارف عوض الزوكا، وكل شهداء الثاني من ديسمبر 2017 واجهوا الموت ليحيى الشعب. نزوح متواصل لأهالي منطقة الحمينية بمحافظة الحديدة هاربا من قذائف الحقد الحوثية التي باتت تستهدف المواطنين بشكل يومي بهدف إجبارهم على مغادرة مناطقهم ومن ثم التمترس فيها. يجرون ورائهم الحسرة والخيبة معا، وهم يغادرون منازلهم ومناطقهم قسرا هربا من الحرب وسعيرها والنجاة بأنفسهم من حقول الألغام التي ملأت الميليشيات بها السهولة والوديان. أهالي حيث بمحافظة الحديدة كغيرهم من أبناء الساحل الغربي يفرون من مناطقهم هربا من ميليشيات الموت وجرائمها التي لم يسلم منها شيء، يفرون بجلودهم إلى المجهول في ظل الاحتياجات المتزايد للمساعدات الإنسانية والإيوائية التي يفتقرون إليها في مناطق النزوح. بأعداد كبيرة يتتابع الأهالي بحثا عن مناطق آمنة تحميهم من جور الميليشيات وتبقيهم على قيد الحياة في عملية نزوح جماعية رغم المشاورات التي استضافتها السويد وتكهنات البعض بنجاحها، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك، وكأن المشاورات ليست سوى استراحة محارب تلتقط خلالها الميليشيات الأنفاس لتعاود سطوتها وجرائمها بحق اليمنيين. قرية بكاملها أجبرت الميليشيات سكانها على إخلائها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية لعناصرها في الحمينية بالحديدة بعد أن أمطرتها بقذائف الهاون وبشكل يومي في انتهاك جديد وصارخ في الوقت الذي لم يجب فيه بعد حبر ما اتفق عليه في مشاورات السويد، لتؤكد هذه الميليشيات ولكل من لديه عقل إنها جماعة موت تمضي في تنفيذ أجندتها ولا تقيدها العهود والاتفاقات. ولم تسلم عربات النقل البسيطة التي استخدم فيها المواطنون الحمير في جر عربات تحمل أطفالها وأغراضهم الضرورية من بطش الميليشيات، وباتت تمثل هدفا لقذائف حقدها بصورة وحشية. استقرار صرف الريال عند مستوى مرتفع، ومواطنون يعبرون عن خيبة أملهم في فشل مشاورات السويد لإحراز تقدم في الملف الاقتصادي، وغيرها من الأخبار في الملف الاقتصادي. جولة اقتصادية جديدة، والبداية بشأن المحلي، حيث شهدت أسعار الصرف في الأسواق اليمنية استقرارا عند مستوى مرتفع، حيث تراوح سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمنية بين 510 و 520 ريال، فيما تراوح الريال السعودي ما بين 134 و 140 ريال. إلى ذلك دعا خبراء اقتصاديون الحكومة إلى الاهتمام بالملف الاقتصادي، واقترح الخبراء على البنك المركزي الاستمرار في تغطية خطابات الائتمان بدعم واردات السلع الأساسية من العملة الصعبة وبكميات كبيرة لمساعدة استقرار سعر الصرف بالتوازي مع تفعيل البنك لأدوات السياسة النقدية. عبر مواطنون عن خيبة أملهم في فشل مشاورات السويد أحرز تقدم في الملف الاقتصادي ومرتبات الموظفين، كون ذلك مرتبط بمعيشة الناس. وحمل المواطنون وفد الميليشيات الحوثية مسؤولية إفشال الاتفاق على معالجة الملف الاقتصادي وصد تعنت وإصرار على التحكم بالموارد في المناطق الخاضعة لها.
ويرى خبراء اقتصاديون أن من أبرز أسباب التدهور الاقتصادي قيام الميليشيات الحوثية بإيقاف دورة السيولة النقدية التي نتج عنها وجود قطاع مصرفي موازن لا يخضع للرقابة، بالإضافة إلى وجود إدارتين للبنك المركزي. تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية شبه استقرار عند مستوى مرتفع، حيث تراوح سعر الجرام عيار 21 ما بين 18750 و 19375 ريال، فيما تراوح سعر الجرام عيار 18 ما بين 16075 و 16610، بينما تراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 150000 و 155000 ريال. وفي الأسواق العالمية هبط الذهب لأدنى مستوياته في أسبوع، حيث بلغ سعر الأوقية في التعاملات الفورية 1242 دولارا و 60 سنتا. هبطت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو اقتصاد الصين واتجاه المستثمرين إلى جني أرباح تجاوزت 2% في الجلسة السابقة، حيث بلغت العقود الأجل لخام القياس العالمي مزيج برنت 61 دولارا و 8 سنتات للبرميل، فيما سجلت العقود الأجل لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 دولارا و 42 سنتا للبرميل. إلى ذلك أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية أنها ستخفض إنتاج الخام 2% اعتبارا من يناير لفترة مبدئية تمتد لستة أشهر، تنفيذا لاتفاق أبرمته منظمة البلدان المسطلة للبترول أوبك مع مسطري الخام من خارجها لخفض المعروض العالمي باعتبار أن عمان ليست عضوا في أوبك. وأخيرا، تسعى الولايات المتحدة لاتباع استراتيجية جديدة في حربها التجارية مع الصين تكتسب طابعا استثماريا وتتجه نحو أفريقيا. وحذر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية من التأثير الاقتصادي والعسكري والسياسي الذي تمارسه الصين في أفريقيا، والتي تملك بعض من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وموارد طبيعية تقدر بمليارات الدولارات. وعرب عن انزعاجه من الاستثمارات الصينية الكبيرة في القارة السمراء، ولفت إلى أن الدول الأفريقية ستستفيد من زيادة الاستثمارات الخاصة بالشركات والمشروعات الأمريكية هناك التي ستخلق فرص عمل ترفع من معايير البيئة والعمل. وفي الختام تذكير بأبرز العناوين: تواصل الحملة الشعبية للمطالبة برفع العقوبات عن السفير أحمد علي على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. مجلس الأمن يؤكد أن انسحاب الميليشيات من الحديدة ومينائها يمثل الخطوة الأولى في حل الأزمة الإنسانية في اليمن. مقاومة تفشل تسللا للميليشيات على الجاح بالحديدة، والقوات الحكومية تطهر مواقع جديدة في رازح بمحافظة صعدة. لقاؤنا في 11:30 على خير، في أمان الله.